السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار سلسلة افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان، الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي يخص الثمن الأول من الحزب السادس من سورة آل عمران من القرآن الكريم. إذا انتهينا من سورة البقرة ودخلنا لسورة آل عمران، مرحبا بكم، وكنتمنى انكم تدعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. بالنسبه للتلاميذ والتلميذات، غادي تلقاو في القناه الفروض، الدروس، وكذلك امتحانات الاشهاديه. زيدوا دعموني كذلك في المحتوى الديني وفي هذا المحتوى اللي درت وهذه السلسله اللي درت في رمضان، افتح قلبك للقران الكريم في رمضان. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وبلغ رسوله المولى الكريم. إذا هذه كانت قراءتي للثمن الأول من الحزب السادس من سورة آل عمران من القرآن الكريم. أتمنى أن تكون قراءتي استحسنت مسامعكم، وأتمنى صادقا أن تكونوا في صحة وعافية إن شاء الله، صيام مقبول، صيام اليوم السادس من رمضان، وأعمال متقبلة إن شاء الله. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.